يذكره بالخير كان طاقة الميانة بزيادة. مو طاقة الميانة، في ناس ما تحبني نطري خلينا نشوف جود سايد، في ناس ما تحبني فتبها على قشمرة عرفته. فأنا عارفة هذول يسمونهم الخبثة، الخباثة اللي فيهم اللي ما يحبوني يبونها على قشمرة. بس أنا عارف نفس ناس معاي إيش حلوها بس من وراي تعيب على لبسي، تعيب على شكلي، تعيب كذي. لا تصيرين طيبة بالضبط. أنا لا الحين حتى لو أنا تقشمر أوكي، غيري تقشمر بلوك. قلبي متروس من قاتني، أنا أقولك من قاتني. أنا قلت نقزات، أول شيء أحمي نفسي، أنا مو جبانة واحد، وثاني شيء أحمي نفسي من القضايا اثنين، وأعرف الناس اللي قاعد تكلم بظهري اللي تقول عني أنا أفشل وأنا لبسي و و و. أعلم الناس إن أبرار لها لسان وحرهم، ويدرون الناس منه بدون لا أذكر الأسماء. هذا مو جبن. الجبان اللي يتكلم من وراي ولما أعطيه رد، أعطيه رد إنه ما لك حق تتكلم من وراي، إنزين شو يسوي؟ يقول لا هذا رايي. هذا الجبان عرفتوا، اللي يلف ويدور يلف ويدور يلف ويدور. أنا ماني جبانة، وخليهم يحوسون حوالين نفسهم ولا قايلة أساميهم. كيفي أدري فيكم بلاغة شف ها أنت اللي كتبت إني أنا جبانة بتموت وتعرف منه، وما راح تعرف منه. أنا شخصيتي كذي عرفتوا. واللي دائما أقول لكم اللي يطق الباب يسمع الجواب، اللي يحارشني أرد عليه، اللي ما يحارشني أموت فيك، اللي ما يحارشني أنا ولا لي شغل فيه. اللي يطق الباب يتحرش يسمع الجواب، اللي يتحرش يلقى الرد، اللي يعيب علي وعيب على لبسي. يسمع دائما الناس عبال الناس ان لبس هالكل يعجبه، لا مو الكل يعجبنا لبس الناس. انا وايد لبس ناس ما تعجبني، بس ما اقول حق الناس لبسكم ما يعجبني. ليش؟ احتراما لهم، مو اني جبانه نفس ما تفضلت. احتراما لهم، في فرق بين الاحترام والانسان الجبان والانسان اللسان اللي فيه قله ادب ووقاحه وعدم احترام الغير. على شنو؟ لا ما في حسد طبعا، ما همني راي احد. انا كيفي، انا لو البس خيشه كيفي، لو البس سكرس كله على قولة غيري كيفي، لو البس من محاميد هم محاميد بضاعه هم حلوه كيفي. اللي يلبس الغالي والرخيص انزين طول ما داخلك ابيض كيفي. ما نلبس ماركات، والله ماني حمارة اقط فلوسي على الماركات على اللبس. بالضبط، كل واحد ذوقه. انا ماني حمارة اقط لبس، انا فلوسي مثلا 1000 2000 عندي، اروح اشتري لي قميص ب 1500 ليش؟ ما عندي عيال، ما عندي ناس يعني معاي، لا عندي مسؤوليات. عندي اذا شخص ثاني ما عنده مسؤوليات، مو متزوج، ما عنده اساس وبيت، انزين انا عندي. وفي ناس لا ما شاء الله فلوسها فايضه، تقدر تصرف على بيتها وتقدر تصرف على لبسها وكذي. كل واحد يعيش بمستوى اللي يقدر يعيش عليه. انا بس دائما احكم عقلي بمشترياتي، ما اقط فلوسي على اوبر ملابس. اوكي، ولا يكون نص اللي يلبسونه مثلا بفلوسهم، في ناس لا والله بفلوسهم، في ناس لا مو كل شيء بفلوسهم. ترى على فكرة أكثر ناس اللي هايط بالماركات و و و ترى مو التجار، ترى والله العظيم مو التجار. التجار واللي انولد من على قولتهم بقى قفشة من ذهب، ترى والله العظيم ما يسوون اللي احنا نسويه قسما بالله. المجاملة توقيت دائما عجيب يا عمري، ترى جد. تدرون منو اللي دائما يهايط؟ حديث النعمة، اللي تويسر عنده فلوس، اللي مو مصدق دفع الماركات. احنا من صغرنا كنا نلبس ونسوي، هذا هو اللي هايط. حديث النعمة، ولا والله العظيم تشوفوا طول ما انت تلبسين صح على حسب تقاسيم جسمك، جسمك كان حلو تلبسين صح انزين،
تكون القطعة عليك لو بدينار بيكون سعرها شنها غالي يعني بالعقل. كيفي أنا واحدة كيفي لبسي كذي عاجبك عاجبك ما عاجبك عندك 700 طوفة تطق راسك فيهم لين تنبط، وعسى إن شاء الله الطوفة اللي تطق راسك فيهم تفكنا من لسانك وقلة أدب لسانك مقصودة نقزة. الفرق بين الماركة كلت الاسم محفور بس يعني كلها قطعة خام. أنا بعرف اللي يضرط ويلبس ماركات هذي اللي يتكلمون بخلق الله يقولون سكرز وش تلبس من شو اسمه تلبس من مثلا محاميد ولا تلبس من أسواق شعبية ليمت إذا أنت مت مت بيتشفنونك بديور ولا بيحطونك تشفن ديور ولا يطلبونه من باغي ها شانيل بيحطونك بكفن وقبرك بيحطونه من فرزاتشي. أنا بعرف يعني شو العقلية هذه ها ترى كلنا نفس الشيء صح ولا موتك تكون رصاصة براندا برادة حق الناس المريضة